السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة لجيكوم إل تي في للفهم والاستيعاب. ترحب بجميع تلاميذ المستوى الثالثة ثانوي إعدادي. إذا في هذه الحصة سوف نتطرق إلى تصحيح سلسلة من التمارين خاصة بمادة الرياضيات. الدرس هو معادلة مستقيم لفائدة تلاميذ المستوى الثالثة ثانوي إعدادي. إذا هذه القناة خاصة باللغات وكذلك بالرياضيات للفهم وللاستيعاب، المستوى السادس ابتدائي، المستوى الثالث ثانوي إعدادي وكذلك مستويات أخرى. إذا مرحبا بالجميع وخصوصا تلاميذ المستوى الثالث ثانوي إعدادي. تصحيح سلسلة جديدة من معادلة مستقيم. إذا بالنسبة هذه سلسلة تمارين من معادلة مستقيم، كيف ما تتبان لكم دابا على الشاشة، كاين التمرين رقم 1 او اي جي معلم متعامد ومنظم. نعتبر المستقيم دي، تنعتبر واحد المستقيم دي الذي معادلة مختصرة إيكغيك تساوي 3x ناقص 1. إذن هاد النوعية ديال المعادلة تسمى المعادلة المختصرة للمستقيم تي إيكغيك تساوي 3x ناقص 1. إذن هناك 3 أسئلة. ما هو المعامل الموجه للمستقيم تي؟ وما هو الأرتوب عند الأصل؟ إذن السؤال الأول مطلوب منا احنا تستخرجوا المعامل الموجه للمستقيم دي من المعادلة المختصرة، والأرتوب عند الأصل كذلك. ما هو المعامل الموجه للمستقيم دي وما هو الأرتوب عند الأصل؟ السؤال الثاني، هل النقط التالية، إذن هناك 3 نقط، هل النقط التالية تنتمي لمستقيم دي؟ لدينا 3 نقط A و B و C. إحداثية النقطة A 1 و 2، كذلك إحداثية النقطة B 0 ناقص 1، وإحداثية C 1 1، ثم ثالثا إنشاء المستقيم دي. إذن هناك 3 أسئلة متعلقة بهذا التمرين رقم 1 اللي تشوفوه مزيان دابا على الشاشة بشكل مكبر. إذن سوف أعيد شرح التمرين الأول. إذن لدينا هناك معلم متعامد ومنظم أو إي جي. أو إي هو محور أفاصيل، أو إي جي هو محور أراتب. نعتبر المستقيم دي الذي معادلته إيكغيك تساوي 3x ناقص 1، إذن 3x ناقص 1 هي المعادلة المختصرة. إذن نعتبر المستقيم دي الذي معادلته المختصر إيكغيك تساوي 3x ناقص 1. إذن ما هو المعامل الموجه للمستقيم دي وما هو الأرتوب عند الأصل؟ هل النقط التالية تتبني مستقيم دي؟ لدينا هناك 3 نقط A و B و C. A 1 2، B 0 ناقص 1، و C 1 1، ثم إنشاء المستقيم دي. إذن بعد قليل سوف نقوم بتصحيح التمرين الأول. إذن هنا لدينا معادلة مختصرة للمستقيم دي، وهي تتبين لكم هي 3x ناقص 1. هذه هي المعادلة المختصرة للمستقيم دي. إذن المعامل الموجه للمستقيم دي هو 3. معروف بأن المعادلة للمستقيم بصفة عامة هي إيكغيك تساوي MX زائد B. M هذه تتسمى المعامل الموجه للمستقيم أو الميل للمستقيم. هو كالتالي هو 3x ناقص 1، إذن 3. إذن بالنسبة
الأرتوبة عند الأصل. بي هو الأرتوبة عند الأصل هو ناقص واحد، تلاتة إكس ناقص واحد من خلال المعادلة المختصرة. تلاتة هي هو المعامل الموجه للمستقيم دي، وناقص واحد هو الأرتوبة عند الأصل. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، هل نقط أ و ب و س، أ الوحدة ديالها هو واحد اتنين، و ب الوحدة ديالها هو صفر ناقص واحد، و س الوحدة ديالها هو واحد واحد، هادو تسمى نقط. خاص نعرفو شنو هي النقط اللي تنتمي لمستقيم دي، شنو هي النقط التي لا تنتمي لمستقيم دي. كيف يمكن لينا نبرهنو على ذلك؟ بالاستخدام ديال هاد احداثيات النقط. اذا اكس ديال الافصول اكس هو واحد، والارتوب ايكغيك هو اثنان، كذلك صفر ناقص واحد ثم واحد واحد. اذا هنا ثلاثة اكس ناقص واحد تساوي ايكغيك، او ايكغيك تساوي ثلاثة اكس ناقص واحد. يمكن نعوضو اكس و ايكغيك بالقيم ديالهم ونشوفو فعلا واش مثلا نعوضو اكس بالقيمة ديالها، نشوفو فعلا واش ايكغيك اي الصورة ديال اكس واش فعلا تساوي اثنان او ناقص صفر او واحد. إذن قلنا تنتمي إلى مستقيم دي، هذه الخلاصة. أ تنتمي إلى مستقيم دي، و ب تنتمي إلى مستقيم دي، و س لا تنتمي إلى مستقيم دي. ولكن كيف عرفنا أن أ و ب هاد جوج نقاط تنتميان إلى المستقيم دي ولكن س لا تنتمي إلى المستقيم دي؟ إذن كيف تعرفنا على ذلك؟ عوضنا تو سامبلومون واحد و صفر و واحد كذلك ب، عوضنا اكس بهاد النقط واحد وصفر. مثلا تلاتة في واحد ناقص واحد تساوي تلاتة ناقص واحد تساوي اثنان، تلاتة في تلاتة ناقص واحد تساوي اثنان، اذا واحد اثنان، اذا أ تنتمي لمستقيم دي، اذا الصورة ديال العدد واحد هو اثنان، اذا اثنان هي صورة العدد واحد، اذا أ تنتمي لمستقيم دي. تلاحظوا مزيان، اذا اثنان هي الصورة ديال العدد واحد، تعرفوا بأن واحد هي هو إكس، إيه الصورة ديالو هو اثنان، إذن أ تنتمي لمستقيم دي. نفس المثال بالنسبة لبي، ثلاثة في صفر ناقص واحد يساوي ناقص واحد، إذن هانت بي تساوي صفر ناقص واحد، إذن تنتمي كذلك إلى مستقيم دي. أما سي، لاحظوا جيدا، ثلاثة في واحد ناقص واحد تساوي ثلاثة ناقص واحد تساوي اثنان، إذن اثنان هي الصورة ديال واحد، ولكن هنا مكتوب هنا صفر، سي تساوي واحد واحد. إذن إحداثية ديال سي نقطة سي لا تنتمي للمستقيم دي، لأن إحداثية تخالف العموم، خاصة تنطبق مع بحال أ. نلاحظ واحد اثنين، هنا صفر ناقص واحد، هنا واحد واحد. إذن بالنسبة لأ تنتمي للمستقيم دي، لأن الصورة ديال العدد بواحد هو اثنين، من خلال هاد خلال وضفنا هاد المسألة هادي في الدالة في معادلة المستقيم، المعادلة المختصرة المستقيم، عوضنا إكس بواحد وخرج لنا في الصورة ديالو هي اثنان، كذلك هنا عوضنا إكس بصفر وخرج لنا مثلا الصورة ديالو هي ناقص واحد. أما هنا عوضنا إكس بواحد ولكن خرج لنا اثنان، إذا هاد السي واحد واحد تخالف هاد إحداثية النقطة السي، تخالف الأخرى، لا تنتمي إلى المستقيم. إذن إنشاء ديال المستقيم إيكغيك تساوي ثلاثة إكس ناقص واحد، ناخدو حيت عندنا جوج نقط تنتمي للمستقيم دي، إذن يكفي تحديد إحداثية النقطة أ، مثلا واحد اثنان، ها هو واحد، ها هو العدد اثنان، ها هو واحد، هاي الصورة ديالو هو اثنان. إذن هنا تحديد، لا تحديد بالضبط النقطة أ، وكذلك تحديد النقطة ب، صفر أو صفر ناقص واحد. إذن إن فو نحدو مثلا جوج نقاط، يمكن لينا رسم أو يمكن لنا تمثيل المستقيم
دي الذي معادلته المختصر y تساوي 3 x ناقص 1. يكفي أن نقوم بوضع النقطتين A و B على هذا المبيان. إذن إحداثية ديال A هي 1 x تساوي 1 و 2 تساوي y تساوي 2. إذن الصورة ديال 1 هو العدد 2 والصورة ديال العدد 0 هو ناقص 1. إذن هذا هو الشكل ديال تمثيل مبياني، هذا هو الإنشاء ديال مستقيم دي في معلم متعامد ومنظم. إذن نتطرق الآن إلى التمرين الموالي. إذن نتطرق إلى التمرين الثاني في خلال هذه الحصة دي. إذن سوف نتطرق إلى التمرين الثاني من سلسلة تمارين درس معادلة مستقيم لفائدة المستوى تلاميذ المستوى الثالث ثانوي إعدادي. لدينا OEG معلم متعامد ومنظم. نعتبر النقط A و B و C. الإحداثية ديال النقطة A هي 2 1، وإحداثية النقطة B هي ناقص 1 3، وإحداثية النقطة C هي ناقص 1 2. إذن أولا أنشئ المستقيم AB ثم أحدد معادلة مختصر المستقيم AB. ثم لدينا E تساوي A 1، حدد العدد A علما أن النقطة O تنتمي لمستقيم AB. إذن في الأول يجب تمثيل ثلاث نقط A و B و C في معلم متعامد ومنظم، ثم إنشاء المستقيم AB فقط، ثم تحديد المعادلة المختصة للمستقيم AB. ثم سؤال أخير، لدينا النقطة E أفصول ديال غير معروف العدد A والصورة ديال هو 1. قلك حدد العدد A المجهول علما أن النقطة E تنتمي لمستقيم AB. إذن هناك ثلاث أسئلة. السؤال الأول هو إنشاء المستقيم AB من خلال نقطتين أو من خلال إحداثيتي نقطتين A و B. ثم تحديد المعادلة، سؤال مهم هو تحديد المعادلة المختصة للمستقيم AB. وكذلك السؤال الثالث، لدينا العدد المجهول A الصورة ديالو هو 1، قالك حدد العدد A علما أن النقطة O تنتمي لمستقيم AB. علما خاصنا نستغلوا هاد المعلومة هادي، علما أن النقطة O تنتمي لمستقيم AB. إذا إليكم الحل ديال هاد التمرين هذا. لتصحيح التمرين الثاني، OEG معلم متعامد ومنظم. نعتبر النقط A إحداثية ديال 2 1 و B ناقص 1 3. إذن أولا سوف نقوم بإنشاء المستقيم AB. إذن لدينا النقطة A إحداثية ديالها هي 2 1، عدد 2 ثم العدد 1، وإحداثية النقطة B هي ناقص 1 3. إذن من خلال هاد النقطتين يمكن لي أن نقوم بتمثيل المبياني ديال المستقيم AB. إذن ولا بد تاخدو في الأول، تموقعوا في الأول النقطة A على المبيان.
اتنين واحد، تابعوا معي جيدا. اتنين واحد، اول عدد اتنين، اول عدد واحد هنا بالضبط. ثم تموقع ديال النقطة بي على الميبيان تبعا الإحدادية ديالها ناقص واحد ثلاثة. وعليكم أن تقوموا بتمثيل هذا المستقيم أبي على المعلم متعامد بمنظم. إذن السؤال الموالي تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم أبي. إذن كيفية تحديد المعادلة المختصرة لمستقيم أبي؟ يجب علينا أن نقوم بأول شيء بكتابة إحداثية نقطة أ و ب، أ اتنين واحد و ب ناقص واحد ثلاثة. ثم تحديد معامل موجه، معامل موجه للمستقيم أبي هو إكراك ب ناقص إكراك أ على إكس ب ناقص إكس أ. تطبيق عددي، لدينا هنا ثلاثة ناقص واحد إكراك ب ناقص إكراك أ، أي ثلاثة ناقص واحد على ناقص واحد ناقص اثنين. في الآخر نحصل على اثنان على ناقص ثلاثة، أو ناقص اثنان على ثلاثة. إذن المعامل الموجه ديال المستقيم هو اثنان على ناقص ثلاثة أو ناقص اثنان على ثلاثة. إذن هذا تسمى المعامل الموجه أو الميل ديال المستقيم. مهم جدا لتحديد المعادلة المختصرة، يجب علينا أن نحدد أولا، أن نحدد أولا ميل المستقيم أو معامل الموجه ديال المستقيم. كيف ذلك؟ تبعا الخاصية التالية، إكراك بي ناقص إكراك أ على إكس بي ناقص إكس أ. تلاحظوا جيدا، إذن ثلاثة ناقص واحد على ناقص واحد ناقص اثنان تساوي اثنان على ناقص ثلاثة. إذن اثنان على ناقص ثلاثة يساوي المعامل الموجه أو الميل ديال المستقيم. وثانيا تحديد الرتب عند الأصل. لكي نحدد الرتب عند الأصل نأخذ مثال إما أ إما ب. الأ نقطة تنتمي إلى أب، وكذلك ب تنتمي نقطة أ تنتمي إلى المستقيم أب. إذن نأخذ واحد من الأمثلة، مثلا نأخذ أ ينتمي إلى أب. إذن أ إحداثية هو اثنان واحد، اثنان إكس يمثل اثنان وإكراك يمثل واحد. ثم نعوضه مباشرة في هذه الصيغة العامة ديال المعادلة المختصرة. إذا ناقص اثنان على ثلاثة إكس زائد بي تساوي إكراك. إذن إكس تساوي اثنان وإكراك يساوي واحد. إذن في الأخير نحصل على بي يساوي سبعة على ثلاثة. إذن سبعة على ثلاثة هو الأرتوب عند الأصل. إذن سبعة على ثلاثة بي تساوي سبعة على ثلاثة هو الأرتوب عند الأصل. إذن إكراك تساوي ناقص اثنان على ثلاثة إكس زائد سبعة على ثلاثة. إذن هذه هي الطريقة ديال تحديد معادلة مختصرة مستقيم AB إذا كان هناك نقطتين مثلا A و B. إذن أولا يجب علينا أن نحدد المعامل الموجه من خلال هذه النقطتين. ثم ثانيا تحديد الرتب عند الأصل. إذا نأخذ مثال من بين هذه النقط A و B، لأن كلتا النقطتين تنتمي إلى المستقيم AB. ثم نعوض اثنان، نعوض اكس باثنان، ثم نعوض الصورة اكراك بواحد، ثم نستخرج الارتوب عند الاصل، تحديد الارتوب عند الاصل. هذه هي المعادلة المختصة لمستقيم اب. اكراك تساوي ناقص اثنان على ثلاثة اكس زائد سبعة على ثلاثة. اذا عندنا هاد السؤال الثالث، تابعوا معي جيدا. إذن او افصل ديال ا والارتوب ديالها واحد. إذن او هي الاحداثية النقطة ديالي ا واحد، ا عدد مجهول، واحد هو الصورة ديال هاد العدد المجهول، تنتمي الى المستقيم ا بي. إذن المهم هو هاد او هادي تنتمي الى المستقيم ا بي. إذن تحديد العدد ا.
تخصص تحديد العدد A، خصنا ولا بد نحدد العدد A. إذن لدينا المعادلة ديال المستقيم AB هو Y تساوي جي على 3X زائد 7 على 3. هذا السؤال، هذه المعادلة المختصرة جاوبا على نفس السؤال الموالي. إذن لدينا جي على 3 A زائد 7 على 3 تساوي 1. تبو جيدا، إذن عوضنا X بالعدد A وعوضنا Y بالعدد 1 تبعا لهذه النقطة هذه. إذن المهمة ديالنا هو أننا سوف نحدد العدد A. إذن Y تساوي جي على 3 X زائد 7 على 3، جي على 3 A زائد 7 على 3 تساوي 1. إذن عوضنا X بالعدد A وعوضنا Y بالعدد 1. إذن هنا لدينا جي على 3 A تساوي 1 ناقص 7 على 3. إذن جي على 3 A تساوي 3 ناقص 7 على 3 توحيد المقامات. وفي الآخر لدينا جي على 3 A تساوي ناقص على 4 على 3، 3 ناقص 7 تساوي ناقص 4 على 3. إذن A تساوي ناقص 4 على 3 على جي على 3 تساوي ناقص 4 على 2 تساوي ناقص 2. إذن A تساوي ناقص 2. شوفوا الطريقة كيفاش حصلنا على A تساوي ناقص 2. إذن عندنا Y، تابعوا معايا، هذه المعادلة المختصرة ديال المستقيم AB. Y تساوي جي على 3 X زائد 7 على 3. واخا، إذن قالوا لنا خصنا نحطوا العدد A، تحديد العدد A. خصنا نعوضوا X بـ A، ونعوضوا Y بـ 1. تابعا لهذه الإحداثية النقطة O، O تنتمي إلى المستقيم AB. يمكن أن نعوضوا X بـ A ونعوضوا Y ب 1. أصبح المعادلة المختصرة بحال الشكل هذا، جوج على 3 A زائد 7 على 3 1. إذن الغرض ديالنا هو أننا خصنا نستخرجوا A. خصنا نتبعوا هاد لي زيتاب. فاش نتبعوا هاد لي زيتاب غنحصلوا على العدد ناقص 2 أو ناقص 2، A تساوي ناقص 2. هذا لاحظوا معايا، إذن O تساوي 2 1. باش يمكن ليا بالضبط نبين بان الصوره ديال العدد 2 هو 1، يمكن لي نعوض 2 في هذه المعادله هذه. اكس نعوضها ب 2، نشوفوا واش لقى فعلا 1. وفعلا لقيت 1 هنا. اذا الجواب الصحيح هو A تساوي ناقص 2.